في ظلال السيرة. محمد في يثرب ترى هل رآه حاخام من حاخاماتهم ذات يوم؟ ما شعوره لو عرفه؟ الأيام ستجيب. أما الطفل الجميل محمد عليه السلام فتناديه أمه آمنة، لأن موعد العودة إلى مكة قد حان، لتأخذه إلى أحضانها وقبلاتها وقصصها الجميلة أثناء السفر، وترد على أسئلته التي تعن له، وتخبره بأسماء الأشجار والحيوانات التي قد تظهر هنا أو هناك. وأثناء الطريق توقفت القبلات وانتهت القصص، ولم تعد أسئلته تجد جوابا. لقد مرضت آمنة واشتد مرضها وضعفت شيئا فشيئا، فأنزلوها عن راحلتها وهو ينظر إليها ويتمنى فعل شيء يخفف مما بها، لكنها تزيد آلامه بنظراتها الضعيفة له وخوفها على مصيره بعدها، حتى تلك النظرات توقفت. فقد فارقت آمنة الحياة في مكان يقال له الأبواء، وهو يهز جسدها ولا ترد، ويصيح بها فلا تجيب، ويغمر وجهها الحبيب بدموع فلا تفيق، وتؤخذ من بين يديه وهو يتعلق بها، وتدفن أمام عينيه الغارقتين بالدموع، ويهال عليها التراب، وهو يمسح عينيه بأكمامه ويديه الصغيرتين، ثم يؤخذ وهو يريد البقاء عند قبرها علها تعود، ويحملونه على الراحلة ليكمل بقية السفر بدونها. يستيقظ من نومه فلا يراها، ولا يسمع ذلك الصوت الحبيب الذي طالما سأله هل هو جائع أم عطشان. يعود كالحزن فوق الراحلة، قد تلهيه لعبة أو دمية، لكن سرعان ما تركض آمنة في مساحات قلبه فيرمي دميته ليلحق بها. يا له من يتيم، ويا له من سفر شاق ومؤلم. ويصل إلى مكة وقد تيتم للمرة الثانية، لتتلقاه عماته بالدموع، فيشعر بالغربة وهو بينهن دون أمه. ربما سها وهو يلعب مع رفاقه فناداها فلم تجبه، فينكسر قلبه وتفضح الدموع انكساره. ربما استيقظ ليلة فلم يجدها، فعاد إلى فراشه وله أنين. ربما رآها في المنام فاستيقظ فازداد حزنه. يا لشوقه لآمنة الحبيبة ولهفته عليها، مشاعر لم تغب عن جده عبد المطلب، فأغدق عليه من حبه وغمره بعطفه ورعايته، فكان قرة عينه وفرح قلبه. لم يرسله في حاجة إلا أسعده بها، ولم يأمره بأمر إلا أتى به كما أراد، إلا ذلك اليوم
الذي كان فيه عبد المطلب مشغولا برعاية الحجيج، وفجأة ذهل عبد المطلب عنهم. في ظلال السيرة، ولنا لقاء جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.